السلام عليكم، حياك الله يا ماجد. عرضت تسجيل الأخ هذا اللي يتكلم عن الشبعان. الشبعان والله أنا ما أعرفه ولا أقدر أفتي في شيء، ما أعرفه. أما السيال موجود عندنا ونزلنا عليه كثير، والسيال شجر كبير ونعرفه من يوم منا أطفال، واليوم تعدينا 60. اسم السيال معروف من عهد الجدان، والسيال جذعها يشابه للطلح، وهي تنبت وتروح أكبر من الطلح، تثمر في هذا الأيام عندنا في الحجاز. عدد فتحات الزهرة حقتها 9 سنون، حنا نسمي كل وقت سن. تفك الزهرة 3 أيام وتغيب 11 يوم، تقول ما في ثمرة نهائيا. بعدين تفك 3 أيام وتغيب 9 أيام، وتفك 3 أيام وتغيب 7 أيام، وتفك 3 أيام وتغيب 5 أيام، وتفك 3 أيام وتغيب 4 أيام، وتغيب 3 أيام وتفك 3 أيام، وفي السنون الأخيرة تفك 2 3 وتغيب 2 3. آخر شيء يبدأ شجر يفك شهر وشجر يقفل. عدد سنونها 9، نفس عدد سنون الطلع عندنا في الحجاز أو في منطقة الطائف. أنا أتكلم عن سيب الكنهبل وطلح السلاية، هذا غير. فهي 9 سنون وموجودة وشجرها كبار جدا جدا، وتسلسلها زي ما ذكرت أنا. والله يكرم الجميع، وفي بدايتها دائما أكثر ما يحط النحل حضنة اللي هو البيض، حنا نسميه صوب، وتقعد إلين تقريبا الثلث الأول منها كل الحضنة، والعسل اللي يجيبه يرشه للنحل يتغذى به، ويبدأ كل ما طولت يبدأ النحل ما شاء الله يتكاثر عليها، وفي الأخير يحط العسل منها نحل ممتاز جدا وطيب جدا. وهذا اللي عندي، وسلامتك. على فكرة مدة ثمرتها تبقى من 8 أسابيع، من 2.5 شهر إلى 3 شهور امتداد فترة السيالة، من 2.5 شهر إلى 3 شهور. وإذا جاء مطر يكون أحسن وتنتج إنتاج طيب.